شو عمر الرئيس؟ مع الرئيس ورد ان ردود الحكومه شفافه، واعتقد هذا امر تشكر عليه ان ردودها شفافه لا تحتمل التاويل. بالنسبه لي جزئيه بس بالنسبه للجزئيه في البند رقم 22 تطرق له اخي سعاده النائب خالد ابو عنق، تم تعديل بالامس طال عمركم الاثنين، اقر مجلس الوزراء تعديلين في القرار 909. الأول بالنسبة للعلاوات، العلاوات من 100 دينار دون ذلك لا تحتسب من ضمن الدخل ولا تحتسب على أساس الخدمة، ولكن راجع لصاحب الطلب إن أراد أن يضمنها في الدخل يضمنها، وإلا لن تضمن. على سبيل المثال يعني الخدمات، على سبيل المثال المستفيد أصحاب الدخول 1500 دينار حالياً قبل تعديل القرار أمس مجلس الوزراء. إذا كان الزيادة طفيفة مثلا 30 40 50 60 دينار كان لا يقبل طلبه لأنه يتجاوز الحد المقبول. الآن لاحق إلى حد 100 دينار ممكن أن يدخل في المستفيدين من هذا الأمر. بالنسبة للتعديل الثاني، تعديل في الفئة الخامسة المستفيدين، سابقا كان الأرملة بدون أبناء فقط من تستفيد، حاليا الأرملة البحرينية مع أبنائها غير بحرينيين أيضا تم إضافتهم للاستفادة. الحكومة طال عمرك لا تألو جهدا في تطوير الخدمات، في تعديل الخلل إن وجد في بعض القرارات. أعتقد بالنسبة حق برنامج مزايا هناك الكثير مستفيدين منه، بل بالآلاف حسب الأرقام، وأعتقد هو يعتبر حاليا من أنجح برامج التمويلات الإسكانية لدى الوزارة. شكراً معالي.